السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما الأذناب والحاقدين الذين لا يتقون الله لا في أنفسهم ولا في غيرهم ياخذوا هذا الخبر ويحرفوه ويبدلوه حسب طبعا ما تقتضي أجندتهم الخبيثة، وكمان بحسب ما يريد اللي مشغلهم طبعا، فخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة جدا يا أخوانا اللي بتمر بها منطقتنا، واللي مخليها الحقيقة بلادنا كلها في حالة من الترقب الحقيقة. فطبعا زي ما قلنا ان بلادنا في هذه الظروف في حالة من الترقب والاستعداد لأي ظرف ممكن يجد عليها في أي وقت. طيب الخبر عن ايه؟ الخبر عن تصريح خطير جدا للوزير الإسرائيلي بن غفير عن إقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى المبارك. دول عربية كتير الحقيقة أعلنت رسميا رفضها وإدانتها للتصريح ده، زي مثلا مصر والإمارات والأردن وفلسطين والمملكة العربية السعودية طبعا وقطر. لكن لو هنتابع المواقع الإخوانجية وشوية العيال بقى اللي بياخدوا أخبارهم من المواقع دي، فحضرتك مش هتشوف اسم دولة الإمارات العربية المتحدة. ليه؟ طبعا بسبب الهجمة الشرسة ضد دولة الإمارات الفترة دي، وكمان محاولة شيطنتها بشكل غريب عجيب، رغم مثلا ان دولة زي دولة الإمارات تعتبر أكبر من دعم هذه القضية وأكبر من دعم إخواننا الفلسطينيين سواء ماديا ومعنويا. يا راجل ده من الافتراء ومن قلة الدين عند البعض من هؤلاء، طلعوا قالوا إن فيلم حياة الماعز اللي هو الفيلم طبعا المسيء للمملكة العربية السعودية، قالوا إن تمويل الفيلم ده تمويل إماراتي، بالرغم إن الفيلم هندي والمخرج هندي والبطل هندي، وللأسف شارك في هذا الفيلم ممثل عماني سفيه بغرض الإساءة طبعا للمملكة، وكمان علشان يعمموا حالة فردية بتحصل في أي مكان في العالم يعمموها على البلد كلها. وخليني برضو أستبق أي تعليق من أي سفيه وأقول أنا كحسين مطاوع واحد من الناس اللي شرفهم جدا الدفاع عن دولة الإمارات، تماما زي ما بيشرفني الدفاع عن المملكة العربية السعودية، زي ما بيشرفني أيضا الدفاع عن بلدي الحبيب أم الدنيا مصر. طيب تعالوا نشوف إيه هو موقف الإمارات، هذا البلد اللي بتربطه اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، من إنشاء كنيس يهودي في المسجد الأقصى. فيلا نبدأ الحلقة بسم الله. قبل انطلاق حرب غزة المعروفة باسم طوفان الأقصى وعدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة في شهر أكتوبر اللي فات، كان فيه مناوشات من قبل دولة الاحتلال على مدار ما يقرب من سنة، كلها طبعا استفزازات لإخواننا الفلسطينيين، ومش للفلسطينيين وبس، ده كلها استفزازات للمسلمين في جميع أنحاء العالم من ساعة ما وصل بنيامين نتنياهو لرئاسة الوزراء في ديسمبر 2022. كان من ضمن الاستفزازات دي انتهاكات كتيرة جدا للمقدسات الإسلامية في المسجد الأقصى، وصلت لحد ان حكومة الاحتلال بقيادة نتنياهو عقدت اجتماع لها في احد الانفاق التاريخية المهمة تحت المسجد الأقصى واللي لها دلالات معينة طبعا، وقالوا ساعتها ان ده معناه السيطرة التامة على المسجد الأقصى كله، وده معناه ان الكلام عن حل الدولتين ملوش محل من الإعراب عند حكومة نتنياهو. الانتهاكات قبل العملية دي كانت مستمرة في التصعيد بصورة كبيرة جدا، سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي أو حتى على المستوى الجماعات والمنظمات الصهيونية، برعاية رسمية من حكومة نتنياهو ذات نفسه وتحت حماية وحراسة قوات الاحتلال. كان من بينها قبل اجتماع حكومة نتنياهو بكام يوم محاولة تدنيس الحرم القدسي بإدخال القرابين والذبائح اللي بيعملوها في طقوسهم، رغم ان فيه اتفاقيات بتمنع ادخال الحاجات دي من قبل اليهود لساحة المسجد الاقصى. في نفس التوقيت ده لو حضراتكم تفتكروا معايا كان فيه ايضا تحركات امنية من قبل قوات الاحتلال لحماية الانتهاكات المستمرة للمسجد الاقصى واستهداف كل ما هو عربي في القدس والضفة. واعلن رئيس الوزراء نتنياهو أيامها عن إنشاء ميليشيات مسلحة تحت اسم الحرس الوطني بقيادة
الإرهابي بن غفير صاحب التصريح اللي معانا النهاردة، واللي طلع زعيمها المتورط في تأييد مذبحة الحرم الإبراهيمي، وقال إن هدف الحرس الوطني هو استهداف كل ما ومن هو عربي على الأرض. وبالفعل خلال السنة اللي سبقت عملية طوفان الأقصى كان فيها عمليات كتيرة حصلت في القدس وفي الضفة ضد فلسطينيين، وكمان تم تسليح المستوطنين والسماح لهم باستخدام السلاح في سرقة وتقليب الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم وأموالهم. ويمكن كمان شفنا حوادث كتير من النوع ده في مناطق زي جنين والخليل وغيرها من الأحداث اللي هزت المجتمع الفلسطيني والعربي أيامها، وكانت كمان محط اهتمام من الجميع. أنا بس هنا بحب أفكر حضراتكم باللي كان بيحصل قبل عملية 7 أكتوبر، علشان بس حضرتك تاخد بالك ليه فيه ناس كانت بتأيد العملية دي رغم اختلافها الكبير مع حركة حماس، لأن زي ما أنت شايف كده كان فيه اعتداءات بالفعل، وكان فيه مبررات قوية لرد عنيف من قبل الفلسطينيين على الاعتداءات الممنهجة والمدعومة من قبل قوات الاحتلال على كل ما هو فلسطيني، وكذلك الإصرار على انتهاك المقدسات الإسلامية في القدس ومحاولات تدنيس المسجد الأقصى. كل دي طبعا كانت مبررات كافية لانطلاق عملية كبرى ضد هذا الاحتلال، علشان كده كان ناس كتير من المراقبين للأحداث بيتوقعوا وقوع حدث كبير في فلسطين ردا على الانتهاكات الفظيعة دي، بل كمان فيه ناس كبر حجم توقعاتهم بصورة أوسع من مجرد الرد، وهو استغلال الخلافات وحالة الفوضى اللي عمت دولة الاحتلال من ساعة وصول نتنياهو لرئاسة الحكومة والمشاكل الداخلية اللي عملها هناك، واللي البعض توقع حدوث ثورة عارمة في إسرائيل أو وقوع انقلاب عسكري، لأن موجة الاحتجاجات كانت كبيرة للغاية لدرجة أحيانا كان بيصعب السيطرة عليها أو التحكم فيها. خلونا بقى نرجع للموضوع الأهم دلوقتي، وهو برضو مرتبط بسلاسل انتهاكات للمقدسات الإسلامية في القدس على إيد قوات الاحتلال وتعمد الاعتداءات على الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من أداء الشعائر الدينية هناك. الأخبار الواردة دلوقتي بتقول إن أحد الوزراء في دولة الاحتلال اللي هو بن غفير طلع وقال إن الكيان المحتل بيسعى حاليا لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى. حضرتك متخيل معايا قلة الأدب وصلت لفين؟ عايزين يعملوا كنيس يهودي جوه المسجد الأقصى، طبعا قمة الاستفزاز مش بس للفلسطينيين، ده بالعكس لكل المسلمين في العالم، خاصة لدولة زي مثلا المملكة الأردنية الهاشمية اللي هي المسؤولة عن إدارة أوقاف القدس والمقدسات الإسلامية هناك، واللي من بينها المسجد الأقصى المبارك. الخبر ده يا اخوانا الحقيقة أثار حفيظة العديد من الدول العربية والإسلامية، وعلى رأسها بالطبع دولة الإمارات العربية المتحدة، واللي قراطيس الإخوان ليل نهار بيتهموها بالصهيونية وإنها بتدعم إقامة دور العبادة اليهودية، لكن كانت دولة الإمارات من أوائل الدول الحقيقة اللي أعلنت رفضها لمثل هذه الانتهاكات غير المقبولة بشكل رسمي من قبل الاحتلال، خاصة إن هذه الانتهاكات بتمس أحد أهم المقدسات الإسلامية اللي هو المسجد الأقصى المبارك. وزارة الخارجية الإماراتية أصدرت طبعا بيان شديد اللهجة حذرت فيه وأدانت الإقدام على هذه الخطوة، وشددت كمان على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعدم المساس به، وطلبت الوزارة بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى المبارك وكمان وقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه من قبل دولة الاحتلال، وأكدت دعمها لدور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف الإسلامية في القدس بموجب القانون الدولي وعدم المساس بصلاحيتها في إدارة شؤون القدس والمسجد الأقصى. يمكن بقى بعد بيان زي ده ممكن أي إخوانجي أو أي ذنب من أذنبهم يطلع لنا كده ويجاوب عن السؤال ده ويقول هو المفروض أيها الإخوانجي ويا أيها الذنب في الحالات اللي زي كده سياسيا إيه المطلوب من أي دولة تقول كلام غير الكلام ده أو تطلع بيان بغير الكلام الموجود في هذا البيان؟ اطلع كده وقول لنا، يعني مثلا تجيش جيشها وتروح تحارب، ولا هو كلام عندكم يا إخوانجية وخلاص؟
لازم يا أخوانا نعرف أن كلمة حرب ليست بالكلمة السهلة أبدا، خاصة في هذه الأيام. حرب يعني دمار، يعني تخريب، يعني تشريد للمواطن، يعني هلاك وإهلاك، طول ما احنا مش متحدين مع بعض. طبعا الحرب لها حساباتها الخاصة، فإياك سماع أي كلام لأي جاهل أو متهور أو واحد حنجوري الصوت. الكلام ده بيكون فيه إساءة طبعا لأي بلد عربي، اوعى تسمعه، لأنه بيحاول قدر استطاعته أنه يحبطك وأنه يسيء لبلدنا العربية كلها، اللي هي الحقيقة لم تتأخر أبدا عن دعم هذه القضية الفلسطينية. طيب أنا ليه اتكلمت بشكل مخصوص عن بيان الإمارات، مع أن في دول كتيرة أدانت هذا التصريح زي ما قلت في مقدمة الحلقة؟ لأن الإمارات هي اللي بتتعرض لهذا الهجوم الشديد من هؤلاء الإخوانجية. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون الصورة قد اتضحت أمام حضراتكم، ونسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا كلها من كل شر، وأن يوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.